التزييت او التشحيم او ايا كان اسمه، الغرض منه ايه؟ الغرض منه ثلاث حاجات: ريديوس فريكشن، بتقلل الاحتكاك، معاها بتقلل التآكل، معاها بتقلل الحرارة. هما الحقيقة كلهم تحت تقليل الاحتكاك، لأن الاحتكاك هو اللي عمل تآكل، الاحتكاك هو اللي عمل ارتفاع في درجة حرارة الجسم فغير في أبعاده وأدى إلى التآكل الزيادة. فيبقى أنا عايز أقلل الفريكشن، الوير، الهيت اللي بتبقى في مكان الاحتكاك نفسه. الابليكيشن بتاع الابليكيشن مش بس في محطات القوة بس أو أجهزة آلات القوة، أي عمود بيدور في أي محرك أو أي آلة بيبقى محمول على بيرنج، على كراسي. فأي تطبيق فيه الكلام ده يبقى محتاج تزييت. فأي جورنال بيرنج، أي عمود بيلف، وأشهر حاجة مثلا اللي هي محطات الكهرباء كلها اللي تدرب في محطات الكهرباء سواء في طلخة أو في دمياط، يعرف أن الخلية الأساسية في المحطة هو الشافت اللي هو تقريبا بيوصل أرقام كبيرة 30 طن أو أكبر من كده، فهو الشافت اللي بيلف ده. الجير تيس، أي حاجة فيها تروس فيبقى محتاجة تزييت، أو كمان بنوصل لمرحلة التشحيم أن أنا ما استخدمش زيت، لا ده أنا استخدم حاجة اللزوجة بتاعتها أعلى شوية عشان في التروس بيبقى فيه احتكاك مباشر، احتكاك أكبر من العمود اللي بيلف نفسه. البيستون سلايد، البيستون وهو بينزلق داخل الاسطوانة بيحصل فيه احتكاك فمحتاج تزييت. أنواع الجورنال بيرنج، يا إما فول جورنال بيرنج بيكون محيط بالعمود من كل الاتجاهات، او بارشل بيرنج زي ما في الصوره دي كده اللي موجوده على الناحيه الشمال دي، بيكون البيرنج الكرسي محيط بالعمود من جميع الاتجاهات. احيانا بيبقى فيه كرسي بس تحميل من تحت ومحطوط بس كفر يغطي الزيت مش اكتر، بيبقى محطوط عشان الزيت بس ما يهربش. الانواع او فكره العمل في هيدروديناميك، هيدروستاتيك، الاستو هيدروديناميك، الباوندري، سوليد فيلم. هناخد كل واحد فيهم كده بسرعه لوحده. دي علاقه بتبين لي سرعه الشافت مع الكوفيشن فريكشن، الاحتكاك نفسه. هتلاقي في منطقه بيبقى الاحتكاك ما يتغيرش مع السرعه، مع السرعات القليله، فدي بنسميها الباوندري لابريكيشن، بيبقى طبقه بس من الزيت اللي بنستخدمها. لما السرعه تزيد شويه هتلاقي معدل الاحتكاك بيقل مع السرعه، فدي المنطقه اللي بنستخدم فيها حاجه اسمها ثين فيلم او الميكسد لابريكيشن. بعد كده بنيجي عند نقطه بيحصل ان الكيرف يتقلب، كل ما زود السرعه كل ما الفريكشن يزيد، فدي اللي بتبقى الثيك، محتاج الثيك فيلم. نتكلم عن كل واحد بقى فيهم لوحده. الهيدروديناميك لابريكيشن بيعتمد ان الزيت موجود، مائع التشحيم او التزييت موجود، سرعه العمود او الشفط هي اللي بتحركه. يعني في بدايه التشغيل العمود هو ثابت، ناخد رسمه كده بيبقى بالشكل ده، اول ما يبدا دوران بيبدا يتحرك ناحيه السنتر والزيت يحيط به من جميع الاتجاهات. واضح ان تطبيق زي ده بيبقى في السرعات القليله اللي يسمح فيها باحتكاك بسيط، وكمان يكون وزن العمود خفيف ما يبقاش تقيل، لانه لو تقيل مش هيقدر يتحرك بالقوه الدفع بتاعته اصلا. فالفريكشن اللي هو او الهيدروديناميك لابريكيشن ده بيسموه اللي هو السيلف، شغال بنفسه، مش عايز ترمبة زيت، مش عايز بامب، مش عايز معاه اي قوه خارجيه. على عكسه بقى اللي هو الهيدروستاتيك بيرنج، اسمه ستاتيك لان هو بيبدا في مرحله السكون. اول مرحله انك تضخ الزيت يشتال العمود، وبعد كده تبدا في تدوير الايه؟ العمود. دي موجوده اكتر بقى في محطات الكهرباء، هتلاقي فيه وحده خاصه للزيت، ودي من الحاجات اللي تلاقيها في
فوق في الكنترول روم من اخطر الانديكيتور اللي عنده. لما ضغط الزيت يقل او يهرب ده معناه ان في خطر ان الزيت ده يهرب، معناه ان العمود بالسرعات العاليه بتاعته بقى 3000 ار بي ام 5000 ار بي ام السرعات دي كلها هينزل على الكراسي وهو بيلف بالسرعه دي، بيسموها بيلحس الكراسي. يعني مره حصلت هنا في طلخه ضغط الزيت هرب ما حصلش شوت داون للمحطه، نزل العمود وهو بيلف كده كل الكراسي دمرها خالص، وتقريبا كراسي التحميل دي الواحد فيهم بيعدي ال 2 مليون و 3 مليون الكلام ده زمان يعني قبل الدولار ما يعوم قبل ما الدولار يوصل للاسعار دي. فتلاقي الوقت مثلا قول 20 مليون ولا حاجه كرسي واحد. يومها التحقيقات وصلت في محطه كهرباء بقى اتشال فيها ناس كتير، يعني ناس كتير اتشالت من اماكنها عشان ضغط الزيت قل. في مهندس قاعد كان بيشرب شاي ما لمحش المؤشر، وفي خطا في السيستم ان هو اصلا المفروض في حاجات زي دي بيبقى التدخل اوتوماتيك يحصل شت داون للمحطه، فما حصلش كمان شت داون للمحطه اوتوماتيك، كان لازم هو يتدخل يعني. فده النوع الثاني اللي هو نعم دي كلوزد سيستم، انت بعته في كيس في غرفه مغلقه، الزيت بيخش في غرفه مغلقه، فانت بتضغط الضغط بيفضل ثابت، الترمبه بتفضل شغاله بسنسور بقى ان الضغط لو قل اشتغل تاني، لان وارد التسريب وده اللي بيحصل، زيت يهرب من فتحه مسمار من في حاجه، فبيبقى فيه زيت للتعويض. الايديال ان هو مفيش زيت تعويض، المفروض ان الزيت اللي انت بعته ده بيتضخ خلاص ما ايه ما يتغيرش وما يرجعش، مش بتتقفل اوتوماتيك بسنسور مع البريشر، لما البريشر يجي يقل بيبقى معمول له برضو ايه رينج، هي تشتغل امتى؟ عارف السيرموستات بتاع الحراره، هو معمول هنا سيرموستات بس على البريشر، هتشتغل تاني عشان تعوض فرق الضغط اللي حصل ده، وما بتبقاش ترومبه واحده، ده بتبقى فيه واحده وبقى فيه ستاند باي ليها كمان، عشان الموضوع خطر جدا، مش حكايه ان الكفاءه هتقل او مش هاخد بقى كهرباء في المرحله دي، لا ده يحصل البنيه الاساسيه اصلا هتتدمر. لما باجي بقى اعمل شوت داون للمحطه بيبقى الترتيب بالعكس، لازم العمود الاول يوصل للسرعه صفر، بعد كده ابدا اخف الضغط عن الزيت، يا افتح فتحه يبدا يخرج منها الزيت فيبقى ينزل الايه العمود تاني مكانه. في حاجه اسمها الالاست هيدرو دايناميك لابريكيشن، دي بيبقى فيه يتعمل كيرف مع الحاجتين اللي يتحكوا في بعض، ان كان تروس او عمودين او البيرنج والعمود، يتعمل كيرف بحيث ان يخلي الكونتاكت اريا عباره عن نقطه بوينت، حاجه صغيره جدا مش عارف باينه في الرسم ولا لا، ان في كيرف كده داخل فيه الزيت والكونتاكت اريا بتبقى قليله جدا، فلذلك كمان بيراعى بقى في الاسترينث، انت واخد بالك ان الستريس بيساوي البريشر على الاريا، فانت هنا خليت الاريا قليله جدا فبتعلي الاستريس، فبيراعوا بقى ان هي ما تبقاش بن، ما تبقاش الاريا صفر، لازم برضو يبقى فيها كيرف بس بتبقى اقل ما يمكن، ويراعى في المنطقه دي ساعات بيطلوها بماده تكون صلابتها اعلى شويه. دي برضو من الحاجات اللي مش محتاج بمب، هو بالسنتريفيوجال فورس هيبدا يبعد وياخد الاويل معاه. دي شكل للانواع اللي معانا وطبقه الزيت بتبقى قد ايه. اول حاجه فوق الهيدرو دايناميك لابريكيشن طبقه الزيت بتبقى كبيره، الميكسد لابريكيشن بيبقى اقل شويه، الباوند لابريكيشن اللي هي بتبقى مع السرعات البطيئه بتبقى اقل كمان وكمان. راعي بس ان الزيت نفسه ليه خواص، احنا معتمدين على الخواص بتاعته، اول حاجه الفيسكوستي، فالفيسكوستي اللزوجه بتتاثر بدرجه الحراره، كل ما درجه الحراره زادت الفيسكوستي بتقل، فيبقى كفاءه الزيت نفسها بتقل، فيبقى لازم معمول حساب درجه حراره التشغيل بتبقى امتى، وكمان الزيت بيبقى له
عمر، لان في تفاعلات كيميائيه هتحصل نتيجه الحراره، فلازم بعد فتره بيحصل بقى ايه تغيير اصلا للزيت زي ما بيعمل في العربيات، بنغير عند 3000 عند 5000 كيلو او على حسب ما انت بتقيس الزيت تشوف شكله او لونه. ده كيرف بيوريني بعض المواد المستخدمه في التزييت او التبريد، فوق خالص اللي هو الكاستر اويل او السي 30 اويل، تحت خالص للمقارنه الووتر، يعني هي ما بتستخدمش بس دي للمقارنه عشان تشوف الفيسكوستي بتاع الزيوت بتبقى ايه بالنسبه للميه. تحتها الجازولين، الهواء العكس بقى، الهواء لما درجه الحراره بتاعته بتزيد الفيسكوستي بتاعته بتزيد بس بنسبه ضئيله جدا. يعني في انواع زيت كتير مستخدمه، ففي نظام ترقيم او تسميه امريكي بيسميها بالرقم او بالرتبه او بالفئه، ففي سي 30 40 50، مش هنخص في قصه دي جايه منين، التسميه دي جايه منين، هي في معادله بتتحسب يتسمى الزيت ده على حسب اللزوجه بتاعته وعلى حسب التركيب الكيميائي بتاعه، فهناخدها كده بالاسماء حسب ما هجي لك في المساله. فده اول كيرف بيربط لي ما بين درجه الحراره والفيسكوستي، كل خط من دول هتلاقي نوع من الزيوت من اول سي 20 30 60 على حسب ما يجي لك في المساله. الديزاين بتاع الجورنال بيرنج بيتعرض لحاجتين، بيبقى فيه بارامتر اندر كنترول انت اللي هتتحكم فيها، وفي بارامتر اوت اوف كنترول مش هتتحكم فيها حسب ظروف التشغيل. من الحاجات اللي هي اندر كنترول الفيسكوستي، انت اللي هتختار الزيت، الريديوس اند اللينس اوف بيرنج انت اللي هتكون مصممه، الكليرنس انت اللي هتظبط الكليرنس ما بينه، الخلوص اللي ما بين العمود والجورنال نفسه، الحاجات بقى اللي هي اوت اوف كنترول اللي هي البرفورمانس فاكتور، الكوفيشن اوف فريكشن، التمبريتشر رايز، الاويل فلو، المينيمم اويل فيلم سيكنس. خلي بالك ان الزيت وهو حوالين العمود نتيجه الدوران بيبقى مش كله متحد السمك، ما بيبقاش كله بسمك واحد، لان بيبقى فيه اختلاف بين السنتر بتاع العمود والسنتر بتاع الجورنال نفسه. اللينس دايمتر ريشيو، طول الجورنال على القطر بتاعه. انا ممكن يكون في عمود قدامي 3 متر، انا ممكن احمله باتنين جورنال، واحد فيهم 20 سم مثلا طوله والقطر حسب قطر العمود، والتاني زيه 20 سم. طيب جبت ال 20 سم دي منين؟ بيبقى في نسبه ما بين ال ال على الدي، الطول بتاع الجورنال بيرنج على القطر نفسه، الرقم ده كل ما قل معناه ان الجورنال قل، يبقى انا كده معرض ان العمود يحصل له ديفليكشن. خلينا في الحاله اللي هي اقصى حاجه ان الطول بتاعي انا جبت جورنال بيرنج شايل العمود من اوله لاخره، دي الحاله اللي هي ايه كده انا ضامن ان مفيش لا انعوج لا يحصل لا يتعوج ولا يحصل اي اختلاف في الالاينمنت بتاعه، ما يكونش السنتر موازي للمحور بتاعه. فكل ما الال على دي زادت كل ما ضمنت اكتر ان انا الالاينمنت ان يكون المحور مظبوط. طب دي هتبقى بناء على ايه؟ على السرعه اللي هيلف بيها العمود، على وزن العمود، على الحمل اللي هو متعرض له. كل ما الحمل والوزن والسرعه زادت هميل ان ال على دي تكون رقم اكبر. طيب الديزاين شارت، في علماء عملوا بقى خرائط عشان ابدا احسب منها البارامتر اللي هي قلتها اندر اوت اوف كنترول، الحاجات اللي بره بقى التحكمي، ازاي احسبها من الشارت مباشره من غير استخدام معادلات. اول حاجه في عندي حاجه اسمها سمر فيلد نمبر، ده الرقم المميز بتاعنا، ده رقم دايمنشن ليس هنخش بيه كل الخرائط تقريبا اللي عندنا. الداتا فايل اللي انا كنت بعته اللي احنا بناخد منه المعلومات بتاع التصميم بتاع المحرك، البيبر الثانيه الورقه الثانيه فيها الخرائط دي، فدي واحده من اللي هتبقى معاك في الايه في الامتحان. الاس دي بتساوي ار على سي سكوير في الميو ان على بي، الاس ده بنسميه البيرنج كاركترستكس نمبر، ده دايمنشن ليس، الار اللي هو الجورنال ريدياس، السي اللي هو الريديال كليرنس، الميو اللي هي الفيسكوستي، الان اللي هو
الار بي اس عدد لفات بس بالار بي اس، البي اللي هو التوتال لود بير يونت اريا، اليونت اريا او البروجكتد اريا بتاع البيرنج اللي هو هيبقى طوله في الدي اللي هو اسقاط الجورنال بيرنج. هنبدا نحسب مجموعه بارامتر بقى خاصه بالجورنال بيرنج نفسه. اول حاجه الاسنتريستي اللي هي الابسلون بتساوي اي على سي. ايه هي الاي دي؟ اي دي اللي هي المسافه ما بين المركزين. انا قلت بيبقى في مركز للجورنال بيرنج وفي مركز للعمود نفسه، فالفرق ما بينهم دي اللي هي اي. السي اللي هو الكليرنس اللي متساب، الفراغ اللي متساب عشان الزيت يلف فيه. الاتش نود اللي هي المينيمم فيلم سيكنس اللي هي اقل سمك الزيت بيبقى موجود عنده، دي اللي هي سي ناقص اي اللي هي سي في واحد ناقص اي. البي اللي هو الحمل بتاعي بيبقى عباره عن وزن العمود على الدي في ال اللي هو ابعاد الجورنال نفسه. الاويل فيلم تمبريتشر عشان احسبها بحسبها من المعادله دي 8.3 في بي في ار على سي في اف على كيو على ار سي ان ال. مش هتتلبخ دي مش قوانين قوي، لان قيمه كيو على ار سي ان ال اللي في المقام دي كلها ده رقم على بعضه هيجي من خريطه. يعني في خريطه هنشوفها دلوقتي المحور الراسي بتاعها هو عباره عن الكميه دي. ار على سي على اف ده بيجي من خريطه على بعضه، البي بنحسبه. هنشوف بقى الخرايط واحده ورا الثانيه. اول حاجه دي هتبص في المحور الراسي هتلاقي مكتوب اتش نود على سي، يبقى لو عايز اجيب اتش نود على سي للجورنال اللي عندي هحسب اس اللي هو المحور الافق اللي قدامي واطلع اشوف ال على دي اللي هو طول الجورنال على قطره، اشوف المناظر ليه اقدر احسب اتش نود على سي. دي خريطة بتربط ما بين الاس والار على سي في اف. الار انا عارفه، السي انا عارفه، بحسب منها الاف. دي اللي بعدها بتحسب بي على بي ماكسيمم اللي هو اقصى اجهاد، البي انا عارفها بحسب منها البي ماكسيمم. دي خريطة بنجيب منها الفلو بتاع الاويل، كمية الفلو اللي بحطها، كيو على ار في سي في ان على ال. كل البيانات اللي تحت دي هتلاقيك عارفها، تقدر تحسب الكيو. في حاجه عندي الليكج او المفاقين اللي تسمى كيو اس على كيو، اقدر احسبها من الخريطه دي. لما نيجي نحل المسائل دي من اسهل المسائل اللي هتجيلك في الامتحان. انت مطالب منك بتحسب اس وتخش الخرايط تحلها. اس دي بقى الناس بتحسبها غلط على رايه كتير، انت هتحسب اس بس. في حاجه غير الخرايط، في جداول، الخرائط دي اتصاغت في جداول ممكن نحل بيها. الحقيقه الطريقه دي يعني اصعب شويه فمش هنستخدم دي، لان كل القيم هتلاقيها هتحسب اس انت هتلاقيها قيمه بينيه ما بين قيمتين، هتقعد تعمل انتربوليشن، لكن الخرائط بتجيب لك القيمه على طول. طبعا بما ان دي خرائط فيبقى عينك غير عين زميلك، ففي سماحيه في الارقام اللي بتطلع، بس برضو ما زالت السماحيه في الارقام المعقولة اللوجيكال. تاني وتالت انا بركز قوي على الارقام لازم تحس بيها. احساسك بالرقم هيعرفك ان كنت انت اصلا غلط ولا صح. مسائل كتير في الامتحان انا لسه مخلصتوش كله يعني، فما اعلنتش الدرجات كلها. الناس وهي بتحل اللي مش واخد باله او حاسس بالرقم عامل خيال علمي. ناس مطلعه طول البيستون 22 متر، ففي ارقام وانت بتكتبها كان لازم يعني لازم تعرف انت بتكتب ايه. اكيد اللي كتب ده هو واخد معادلات وبيحسب وخلاص مش حاسس بيها. واحنا بنحسب هنا لما اديك مثال محلول هتعرف منه الارقام بتطلع في حدود كام، الاس بتطلع في حدود كام، الاف الفريكشن بيطلع في حدود كام، عشان الرقم اللي تطلعه لازم تحس بيه. كده احنا محاضرتنا خلصت ان شاء الله.